ديننا علمنا الشرعي صار يصدر إلى بلاد العالم. سأذكر مثال، أن وزارة الخارجية البريطانية زارتنا في ما بين يعني سنة 2010-2009 تقريبا هذا الكلام، وطلبت منا خرج حوالي 30 عالم من سوريا بقوا شهرا كاملا في بريطانيا يقيمون دورات دعوية. قال لي لأنه الآخرون في بريطانيا عم يعانوا، أنه مين وصلوا الدعاة اللي وصلوا لبريطانيا؟ مين؟ أغلبهم خليجيين وجزائريين. انتشر الفكر السلفي، كيف تقاوم ذلك الفكر؟ بتجيب علماء من الشام، طلعوا واحد ونشروا الفكر، جابوا طلابهم، وقعوا اتفاقية مشتركة بين سوريا وبريطانيا لتوريد الدعاة إلينا، يتعلموا عندنا ثم يرجعوا إلى بلادهم. معناته أخواننا بريطانيا بتعرف أن الإسلام الذي عندنا إسلام عقيدة صحيحة، سلوك صحيح،